من المقرر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا للاستجابة لتأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على تماسك المجتمع في بريطانيا بسبب المخاوف من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. المزيد حول ذلك من لندن ينضم إلينا مراسلنا أشرف سعد. أشرف، دعنا في صورة تفاصيل هذه القراءة المقلقة بالنسبة لبريطانيا في هذا التوقيت. في البداية أشير تسابيح إلى أن هذا الاجتماع ليس للحكومة بكامل هيئتها، ولكنه اجتماع للجنة الطوارئ في الحكومة المعروفة باسم كوبرا، وسيرأسه نائب رئيس الوزراء إدوارد داودن، الذي سيجتمع بعدد من الوزراء المعنيين لبحث مجموعة من القضايا. بحسب المتحدث باسم الحكومة سيكون من ضمنها بالطبع الحرب في غزة، يعني تأثيرات الحرب في غزة وتداعياتها المختلفة، ولكن المهم هنا أنه سيبحث تأثير هذه الحرب على تماسك المجتمع البريطاني. اسمح لي تسبيح أن أشير سريعا إلى ما حدث في بريطانيا منذ اندلاع الحرب في غزة. هناك انقسامات عديدة بين الشرطة وبين الحكومة حول تقييم المظاهرات والمسيرات التي تخرج تأييدا للفلسطينيين، أو حتى بعض المسيرات التي تخرج تأييدا لإسرائيل ويعني تخليدا لذكرى أولئك الذين قتلوا في هجوم يوم 7 أكتوبر. الحكومة ترى أن المظاهرات التي يتم تنظيمها تأييدا لغزة وتأييدا للفلسطينيين هي بحسب تعبير وزيرة الداخلية مسيرات كراهية. هذا هو التعبير الدقيق الذي استخدمته وزيرة الداخلية، وقالت إن هناك الكثير من الهتافات في هذه المظاهرات التي تتضمن تحريضا على العنف وتحريضا على الإرهاب. من جهتها الشرطة البريطانية وشرطة لندن ترى أنه لم ترتكب أي مخالفة قانونية حتى الآن في هذه المسيرات تتعارض بأي شكل من الأشكال مع حق التعبير وحق التظاهر اللذين يكفلهما الدستور البريطاني. هنا اسمح لي فقط في هذه النقطة بالضبط، يوم السبت المقبل، لماذا يبدو أن المواقف بالنسبة لتصريحات وزارة الداخلية تتعارض مع تصريحات الشرطة البريطانية؟ يعني أليس من المفترض أن المواقف متكاملة في مسألة تأمين التظاهرات أو الموقف من هذه التظاهرات حتى أشرف؟ طيب، فقط قبل أن تجيب دعني أشير إلى هذه الصور المباشرة أشرف من قطاع غزة، انفجارات في القطاع مع تجدد القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف بحسب ما تابعنا في الساعات الماضية. خلال ساعات هذا اليوم تركزت عمليات القصف شرقا في حي الزيتون، في مخيم الشاطئ غربا، وأيضا في جنوب القطاع بأماكن متفرقة بحسب ما علمنا من مراسلينا على الأرض. تفضل أشرف. يعني أود أن أشير هنا إلى أن الشرطة البريطانية جهاز مستقل لا علاقة له بالحكومة ولا تأثير للحكومة أيا كان على قرارات الشرطة وعلى تنظيم عملها. الحكومة من وجهة نظر بعض وزرائها وعلى رأسهم بالطبع رئيس الوزراء ريشي سوناك ترى أن هذه المسيرات غير ملائمة في هذا التوقيت وتحض بحسب تعبير الوزراء على الكراهية وعلى العنف. أما الشرطة فهي ترى أن هناك جانبا من حرية التعبير، حرية التظاهر، وإذا ما ارتكبت مخالفات فإنه يتم اعتقال مرتكبيها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. المشكلة الآن برزت مع المظاهرة التي أو المسيرة التي يعتزم مؤيدو غزة ومؤيدو فلسطين تنظيمها يوم السبت المقبل 11 نوفمبر، وهو يوم المعروف باسم يوم الهدنة أو يوم إحياء ذكرى المحاربين القدماء في بريطانيا. هذا اليوم الذي تقف فيه بريطانيا كلها دقيقتي صمت على أرواح من قتلوا في المعارك المختلفة وفي الحروب المختلفة دفاعا عن الأراضي البريطانية. المشكلة أن الحكومة ترى أن ذلك غير ملائم على الإطلاق، تنظيم مظاهرة في نفس اليوم وسيعكر صفو الاحتفالات وأحياء ذكرى المحاربين. بل أبعد من ذلك، يعني الحكومة كانت تحدثت أشرف عن حربوا دفاعنا تخوف من عمليات تشويه لبعض المعالم حتى داخل بريطانيا. على كل حتى اللحظة من لندن زميل أشرف سعد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات في هذه الساعة أشرف.